السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. المهم غبرت عليكم هذه 3 أيام بطبيعة الحال مع هاد الظروف اللي كنعيشوها في بلادنا، ما عندناش الخاطر بصراحة كاع لشي حاجة ولا نشاركوا شي حاجة ولا نصوروا. المهم غير قبلوا على هاد الفيديو، بغيت غير نطلع عليكم هكذا وصافي، باش يعني اكثر من 3 ايام هذه ما حطيتش في القناه، ضروري خصني نحط فيديو على الاقل مره في اليوم. المهم غير قبلوا على هذا الشيء وصافي. المهم بعدا قبل ما نبداو في الفيديو كنتقدم احر التعازي للاسر ديال ضحايا زلزال، يعني ديال الزلزال اللي ضرب هنا في المغرب، والله يصبر العائلات ديال الناس اللي ماتوا. وفي نفس الوقت كنستغل الفرصه وكنتقدم احر التعازي للاسر للناس اللي ماتوا في اعصار اللي ضرب في ليبيا، والله يصبر الاهالي ديالهم وكاملين هاد اللي ماتوا، لا سواء في الاعصار ولا في زلزال، راهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وش غادي نقول لكم؟ الله يحد الباس وصافي. هاد الشيء راه يعني كارثه مور كارثه، والله يحفظه. صافي زعما عاوتاني صدمه البارح ملي شفنا هاد الاحداث عاوتاني في ليبيا، ما نكتبش عليكم، ولكن لا يسعنا الا ان نرجع الى الله سبحانه وتعالى، وانا لله وانا اليه راجعون. هادشي اللي غادي نقوله صافي، والله العظيم تخلطوا عليا الكلمات، ما عرفتش ما نعبر وما نقول. المهم بالنسبه لهذا الفيديو وقع لي بحال اختي ناديه، شفت الفيديو ديالها قبيله، شاركت معنا اليوم ديالها نهار الجمعة، كانت صورت الفيديو كامل، ولكن مع هاد الأحداث ما لحتش الفيديو حتى لهذا النهار، عاد دارت له المونتاج. سبحان الله حتى هي كانت خرجت هي وبنتها، المهم خداو حلوة د لاكريم موراها يعني كلاو داكشي اللي خداو، من بعد رجعوا للدار ومباشرة موراها جات الكارثة. نفس الشيء حتى حنا وقع لنا، المهم كيما صورت معكم في الأول، صورت معكم الحلوى د لاكريم، هذاك كان نهار الجمعه بالليل، ونحتفلنا بواحد ليفينمون، من بعد ان شاء الله نشاركوا معكم. دابا ماشي وقته، مازالين مجروحين من هاد الاحداث اللي وقعات ومن هاد الكوارث، كارثه اللي وقعت في المغرب ومراها الكارثه اللي وقعت للاشقاء ديالنا في ليبيا. زعما شنو نقول لكم؟ شي حاجه صعيبه وثقيله علينا بزاف. المهم واحد الفرحه جاتني، كنت هذيك سنة 13 عام وانا كنحلم بها، الحمد لله ربي وفقني ليها، ولكن ما غاديش نشاركها معكم دابا كما قلت لكم، من بعد ان شاء الله. المهم هكا فرحت مالي نضار بديك الحليوات وصافي، كليناهم كما كتشوفوا، يعني يلاه داز شي نص ساعه مور هذيك احتفلنا. المهم هكا غير كلينا ديك الحليوات، المهم غير مبدئيا مازال ما احتفلناش، زعما كنا عوالين نحتفلوا اكثر من هذا الشيء، ولكن ملي جات هاد الاحداث حنا حبسنا كل شيء. المهم قلت لكم يلا هذا الشيء ما كملش نص ساعه، موراها جات الكارثه وجات ديك الواقعه، وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله الحمد لله على كل حال، ما عندنا ما نقولوا غير الحمد لله. صافي من بعد شاركت معكم هنا نهار السبت، ما فقنا شيء بكري، راكو عارفين كنت شاركت معكم في الفيديو اللي قبل، يعني حكيت لكم الاحداث بحالنا بحال جميع المغاربه، خرجنا مفزوعين في داك الليل، يعني تقريبا بتنا في الزنقه حتى لتسعة الصباح، عاد دخلنا مضطرين وصافي، انا الزوج ديالي عنده الخدمه خصو يفيق بكري. ايوا المهم درناها في يد الله ودخلنا للدار، واخا ما نعسناش انا بعدا، والله ما بغى يديني النعاس، بقيت سهرانه، شديت التليفون ديالي، بقيت متبعه داك اللايف ديال دوزيام، كانوا دايرين التغطيه ديك الليله. المهم شغا نقول لكم، حتى الخمسة د الصباح يمكن عدتني عيني، وكل مره كنفيق يعني كيجيب لي الله بحال وقعت شي هزه ولا حالي حال جميع المغاربه ديك الليله، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم قلت لكم ما فقناش بكري، المهم فقت قديت لهم داك الفطير بالزربه وشاركت معاكم هذا الروتين. شحال من حاجه كنت دايرها وقعت لي في الثلاجه بحال ديك المطيشه، كنت طيبتها ويعني عواله غادي يعني ضروري خصني نقادها. المهم طحنتها وصفيتها ورديتها للثلاجه، درتها في دوك لي بواط، وهاد الفرماج حتى هو راه بقى عندي من نهار تقديتو. هنايا بصراحه فاش كنت كندير هاد الروتين كان يعني مازال ما العدد ديال الضحايا عاد شي حاجه قليله، عاد بداو كيبانوا الناس اللي ماتوا، يعني كان عاد بادي يعني التغطيه، مازال ما بزاف الحوايج ما شفناهمش، ولكن من بعد شغنقول لكم بقينا حاضرين مقابلين غير التلفازه والاخبار، انا كنشوف غير دوزيم والعربيه وكنشوف دوك الكوارث، لا حول ولا قوه الا بالله.
حتى الا ما شفت التلفازه كنشد التليفون عاوتاني فيديو مورا فيديو. باش غنقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن تستمر الحياه ما عندنا ما نديرو. ربي قدر ولطف هادشي ديال الله، حنا ما عندنا حتى شي دخل فيه ولا انا ملك سوى الدعاء لخوتنا اللي ماتوا الله يرحمهم، راهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، والاهالي ديالهم الله يصبرهم الله يكون معاهم وصافي. وعاود ملي شفنا هاد الكارثه اللي وقعت في ليبيا عاد زادت نخلعها على خلعها، يعني الانسان الا ما بقاش كيامن على راسه والله العظيم، يعني كارثه مورا كارثه، هادشي رجع كيخلع بزاف. لا نملك سوى الدعاء، يا ربي تحفظنا وتحفظ وليداتنا وتحفظ عائلتنا وتحفظ جميع المغاربه وجميع العرب وجميع المسلمين وجميع الناس في جميع بقاع العالم كيف ما بغاو يكونوا. الله يحفظ الجميع وصافي، هادشي اللي غادي نقول. لا اله الا محمد رسول الله. من شاركت معكم هذا الروتين وصافي، قبلوا على هذا الفيديو، ما بغيتش نغبر على القناه، واخا عارف يعني الناس ما عندهاش الخاطر باش تشوف هذا الفيديو، ولكن ما عندنا ما نديرو، ضروري خصني ننزل فيديو صافي. من هنا الغداء ما كان عندنا لا تقضيه لا حتى حاجه، غير قضيته صافي. كان عندي حدايا واحد الطون ديجا عندي في المجمد، جبتو طيبت لهم بلاصوص وصافي، المهم قضينا والسلام. والخبيز هذا هو الاهم، يعني عتقنا الروح وصافي. داك النهار كان ما كانش عندنا الخاطر حتى شي حاجه. المهم هنا غادي نسالي الفيديو، ما بقى لي والو، غادي نودعكم، كنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه. والله يحفظنا ويحفظ الجميع ان شاء الله يا ربي، والله يلاقينا في شي ساعه مبروكه ان شاء الله، والله يهون علينا هاد الاحداث وهاد الشيء اللي كنعيشوه، الله يهون على العرب والمسلمين، والله العظيم هاد الشيء ثقيل بزاف.